هذا الفوج لانه البارحه ولدنا تاذوا بسبب الانفجار اللي صار، فبعد الحرق ما يفيد، بعد الحرق ما يفيد. شوف هذا العلم مال من؟ مال حزب الدعوة. مال حزب الدعوة. فتحة فتحة. هذه ياه. هذا العلم مال حزب الدعوة. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم على المواضيع المهمة بالنسبة للشعب العراقي وما يهم الشعب العراقي. بداية نحب نذكر السادة مشاهدين أنه إحنا عندنا تردد جديد، ترددنا 10727 أفقي على مدار القمر النايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يلزم ريموت التلفزيون ويدخل هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة أو الريسيفرات الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم. الفيديو اللي شفتوه في البداية في الناصرية تحطيم مقار الأحزاب، أنا ما راح أحكي بس على هذا الموضوع، بس اللي يريد يعلق على هذا الموضوع أرقام البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام، إضافة إلى أرقام أخرى مخصصة إلى الداخل العراقي، وإضافة إلى ذلك عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. رقم الواتساب راح يطلع أسفل الشاشة هنا إن شاء الله. أتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم وأن الرسالة تكون مكتوبة، وما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب. هذا الرقم اللي تشوفوه مو للاتصال، هذا فقط للرسائل. بداية، هيئة علماء المسلمين اليوم ببيان أدانت عمليات الاستهداف اللي تحصل للناشطين ومحاولات تغييب أصواتهم والتغطية على الجرائم المرتكبة ضدهم، وحملت الهيئة الحكومة ببغداد مسؤولية توفير الغطاء إلى قتلة الناشطين، وأشارت إلى أن حملة الاغتيالات تصاعدت بعد تصريحات رئيس الحكومة أو رئيس حكومتي الاحتلال الأسبق نور المالكي المحرضة على قتل المتظاهرين والنيل منهم. الهيئة أكدت أنه ما يحدث من عمليات قتل الناشطين كل ذي يصير في سياق الصراع بين أجنحة السلطة وتبادل رسائل الدم القاتلة بينها لبسط النفوذ والسيطرة أكثر على القرار العراقي على حساب أرواح العراقيين وعلى حساب المدنيين. وبينت أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران هم اللي يتقاسمون تهمة المسؤولية عن الاغتيالات اللي تصير اتجاه الناشطين. لكن من جانبها لجنة الأمن والدفاع قالت انه عمليات الاغتيال اللي صارت بمحافظة البصرة تقوم بها جهات تحاول العبث بأمن المحافظة من خلال تلك الأعمال. بس أرد أسأل لجنة الأمن والدفاع النيابية التابعة إلى البرلمان العراقي اللي من المفترض أنه هو أعلى سلطة تشريعية بالبلد، اللي من المفترض أنه هو اللي قرر القوانين، واللي من المفترض هي إحدى الرئاسات الثلاث. فسؤالي إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية، بشرفكم ما تعرفون من الدي يقتال بالناس؟
ما تعرفون منو بيد السلاح، ما تعرفون منو هو اللي هسه دا ياخذ اتاوات من الناس، ما تعرفون منو اللي ضرب المتظاهرين. لما تجي تقول لي جهات تحاول العبث بأمن المحافظة، صحيح، بس سميها، وإذا تقدر وقفها عند حدها، لأنه اللي قاعد يغتال الناشطين ببغداد ولا بواسط ولا بذي قار ولا بالبصرة، هو ما همه فلوس ولا همه أمن ولا هم شيء، هو اللي كل خايف من عنده إنه هذا الناشط بيثير رأي عام، هذا الناشط بيطلع بين الناس ويحكي، هذا الناشط بيقلب الناس على ذولا اللي قاعدين يحكمون، اللي هي السلطة اللي موجودة ببغداد، فهم هم هذولا. فرسالة نحب نوجهها هنا من برنامج صوتكم إلى كل من يشيل سلاح ويقتل بناشطين، بس أرد أسألك، أنت دت قتله عندك ثار وياه لو خايف منه؟ ورسالتي كف سلاحك عنهم، لأنه ذولا هم اللي قاعدين دي دافعون عنك، عن أخوتك وعن أولادك بالمستقبل، لأنه إذا بقيناها على الحكومة وعليكم أنتوا يا الميليشيات، كل شيء ما راح يحصل الشعب العراقي. محمد من هولندا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياك الله أخوي العزيز. حياكم الشريفة. حبيب قلبي. يا أخي والله كلامك صحيح، يعني الطفل اللي تجيبه عمره 5 سنين تسأله من يقتل يختار الناشطين يقول لك إنه نشاط إيران. نعم. يعني عندهم سلاح وعندهم مال مجهوبي من إيران. وما يقدرونهم. يعني ما يقدرون يسوون شيء، والله ما يعرفونهم. بلا اسمع، هم جبناء يختارون صوت امراه، اللي يختار امراه قد جبانه فاته، ما عنده سلاح بيدها غير صوتها، يخافون من صوتها جبناء هذول. يعني في الحكومه يعني لا ما بيدها شيء اختها، يعني تسوي هم اقوى من الحكومه. احنا نعوي على متظاهره ان شاء الله، ولو اكو كورونا ونخاف عليهم من كورونا، بس ما في حد ثاني. لازم الدولة ترجع، وما عندنا غير متظاهرين والله رب العالمين أبدا. نعم. هو ما يقدر يسوي شيء قدام متظاهرين إيران وصبر. والله إن شاء الله ينصر ما طلع عليكم. تحية لك يا أخي. قاتلك. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ محمد. أم عمارة من النجف، حياك الله يا أم عمار. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا أنا عندي ابني معتقد. نعم. وكمل المعسة يعني المحكومية. نعم. بس عليه غرامة، يقول بركت الله يعني توصلون صوتنا أن يذبون الغرامة، كيف راي الظروف وإحنا ما تعبانين يعني ما عرفنا. أي غرامة أختي؟ غرامة من حكم القاضي، غرامة 10 ملايين، 3 سنوات و10 ملايين. نعم. اي نقول بركة الله يعني يسمع صوتنا كاظمي ان يذب لنا الغرامه، يذب بعد هاي الظروف وناس تعبانه ما عندها. هو والله خلص صار له 3 اشهر من خلص المحكوميه مالته، وما ادري بيه صار له 8 اشهر، انا ما ادري بيه وين شلون ما لون بالسجن. نعم. ايوه نقول بركة الله وبحسين توصلون اصواتنا الكاظمي، اي واحد عاد تكون غيره يعني، ويعني يدفون بس الغرام، تعال عفوا عن مريض بس خلي تكون له بس الغرام. نعم. ايوه نعم نعم، ان شاء الله. انا اشكرك ان شاء الله. يصل يصل صوتك يا ام عمار. ابو علي من بغداد، حياك الله. ابو علي، ابو علي انقطع الاتصال وياه، كنا نتمنى انه نسمع رايه. ام ازهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احييك واحيي هاي القناه الحره العظيمه وعامليها. حياك وبياك. بالنسبه
بالنسبة إلى قتلة المتظاهرين، بالنسبة كلهم يعرفون هذول الأمن العامة أو المخابرات أو الجهات المعنية كلها تعرف منو دا يقتل. كلهم دا يعرفون منو دا يقتل بالذات. وهي هم حزب الدعوة، حزب الدعوة هذا المالكي اللي هو يقول هذول ما يريد، على أي أساس يطلعون المتظاهرين؟ شو يطالبون المتظاهرين؟ من أول من كان موجود هو وطلع على يطلع على القنوات الأخرى اللي هو اشتراها بفلوس بفلوس الدولة، بفلوسنا بدمنا، يشتري قنوات ويشتري بيوت ويشتري كل شيء بفلوسنا بدم العراقيين، ويقعد يهدي يحكي يقول ليش المتظاهرين يطلعون؟ ليش المتظاهرين يطلعون؟ ليش هو انطيته حقه، بنيت له بيوته، جبت المهجرين قعدتهم ببيوتهم، بديت مدارس. انت من 8 سنوات شنو سويت يا مالكي؟ سويت لما انت تقول ليش يتظاهرون؟ ها؟ القتلة اللي يطلعون كلهم منك مجرمين، مثلك من إيران. إيران تحذرك تقول لك اقتلهم يعني اقتلهم، وأنت جنسية إيرانية أمريكية، أنت مستعمر لهم. ومن لما يسألوه يقول أنا لا إيراني ولا أمريكي. أنت شنو أنت؟ أنت إنسان جبان، أنت إنسان مجرم، كأنك أنت والصدر وكل اللي اجوا حكمه وهادي العامري كلكم مجرمين. اجيتوا كل من اجى على الدبابه الامريكيه هو مجرم، اجى يخرب هذا البلد. والمتظاهرين تقتلوهم على اي اساس؟ هم كل اللي دا يسوونه يردون يطالبون بحقوقهم، انطيتوهم حقوقهم، هم طلعوا الظاهره عليهم ما انطيتوهم حقوقهم. اللي خلص سنواته من دراسته قاعد بطال، واللي دعواه قاعد بشوارع يقدي، واللي عندهم المهر الكافي، لو عندهم الاكل كافي ما كان طلعوا مظاهرات، لو عندهم البلد اللي حاميهم من كل الجهات او عندهم قائد يحميهم من كل الجهات ما كان يطلعون مظاهرات. لكن من الجوع ومن الخلل الموجود يطلعون مظاهرات، والجبناء الموجودين موجودين، كل اللي موجودين يقتلوهم لأنهم جبناء، يخافون منهم، يخافون من أصواتهم، لأن أصواتهم توصل إلى آخر الدنيا، الدنيا كلها تسمع المتظاهرين، فهم خايفين من أصواتهم، من أصواتهم خايفين. وإذا حرقوا المقر مال حزب الدعوة، فإن شاء الله يحترق المالك هو وأهله، لأن هو من أسس حزب الدعوة، وهو من دمر العراق 8 سنوات، وهو من سوى تفرقة بالعراق، وهو من حطم، هو من أنطى الموصل سلمها إلى داعش، هو كل شيء خرب بالبلد. نعم. وكل الموجودين. نعم. شكرا. إن شاء الله هذول المتظاهرين هم ينتصرون، هم أقوى من هذول الجبناء. نعم. شكرا لك أم أزهار. أم علي من بغداد، حياك الله. حياك. هلا بيك يوم. لا شكر على واجب أمي. نعم. تسمعني؟ أسمعك. عندي سفين بالشعب الخاصة. إيه. المواجهة مالتهم تروح تنطي فلوس السفين. تودي دواء ما يقولون جوا اكو كل شيء، يعني تصور حال يختاله، يعني تعبان ابني تعبان، تعرف. نعم. احنا نطالب بالعقل استاذ هذا مصطفى الكامل، يعني هو يشوف اصابه واقفين باب الشمس، يعني ما ادري ايش نسوي احنا، منين نجيبه ومنين نوديه؟ ما توصل فلوس، ما توصل، يقول يما ما توصل لي، يوم يوصلها.
نعم. الله يخليك، انا ما دخلت الله. لازموني يزورون الشعب الغار. مين ميت؟ قول. لا تخلونا نحكي. نحكي تحكي تنهجم. خليك انا طالب من قناة الشريفة. اقول عام 12 يزورون الشعب الغار. نعم. نعم. أم علي بدأ الصوت يقطع كل شيء هواية، يعني ما نسمع هواية أشياء. وشكرا، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا، بس حسب ما فهمنا أنه هي عندها سجين في الشعبة الخامسة، وتقول أنه أنا داعاني أنه ابني بالشعبة الخامسة أدز له، ما يوصل له فلوس، ما توصل له، واللي واقفين بالباب عبارة عن قطاع طرق يقعدون بس يبتزون بالعالم. فتريد نوصل صوتها أنه الناس تسمع في هذا الخصوص. أبو فيصل من السعودية، حياك الله. أبقاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف حالك أستاذ؟ يا هلا بيك أخوي. تحية لك، تحية تقدير واعتزاز، وتحية للكادر والقناة والشعب العراقي. حياك الله. تحية أستاذ للثورة كلها، وخصوصا الناصرية البطلة. تحية اليوم تكون مقرات الفساد والتبعيه لايران، تحيه لهذا الشعب ومحل فخر للعرب كله، كل محافظات العراق تاج على الراس. والله استاذ الكاظمي هو يعرف انه القتل، لكن الجبال ما يحاسبهم، يعرفهم هو كل واحد، يعني جميع العراقيين والشعوب العربي تعرف انه القتل، والكاظم هو يعرف، ولكن الكاظم هو ليس مرشح الشعب، الشعب رافضيه، عارفين الجبال لن يحل اي مشكله بالعراق، هم عارفينه، لكن على الشعب العراقي ان يوحد مطالب واسقاط النظام من اساسه. وتحيه لك. حياك الله. حياك الله. عطوان من بغداد، حياك الله اخوي. عطوان. عطوان تسمعني؟ يبدو انه فقدت اتصال ويا الاخ عطوان. اتمنى يا عطوان ترجع تتصل بينا مره ثانيه حتى نسمع رايك. ابو محمد من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا تحياتي لك بهذا البرنامج، بس أنا أعطيك رأيي. حياك الله أخوي. كنت تقبل مني سيد الكريم. نعم. ليه من أمريكا؟ شنو؟ شوف شو صوت بليبيا، شوف صوت بسوريا، الله لاحب البرنامج. خلينا نتكلم. يعني الإعدام شنو مباشرة؟ ايه اذا واحد يصيع على واحد، سيد الكريم اكثر المتظاهرين هم، فاتكم غلطتم بالمرور بالعراق. اكثر المتظاهرين ايش بيهم؟ الو الو وياك، قلت لي اكثر المتظاهرين ايش بيهم؟ والله يا ابو محمد الصوت ده يقطع. اعتذر منكم الساده المشاهدين انه اتصال ويا يعني تعرفون شبكه الاتصالات بالعراق وسوء شبكه الاتصالات بالعراق، وهي وحده من قضايا الفساد اللي يعاني منها العراقيين، انه اكو شركات اتصالات والشعب العراقي يدفع مليارات بس ما يحصل على خدمات، وحده من ادنى هسه. محمد من السعوديه، حياك الله. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك أخوي الصقر وكادركم المحترم. حياك الله أخوي. صوتي واضح أخوي؟ أي واضح جدا. طيب أنا صراحة أختلف مع الناس اللي يقولون الحكومة ما تقدر. نعم. إذا وجدت الإرادة السياسية يقدرون، الحقيقة يقدرون، هذه ميليشيات، وش يملكون الميليشيات؟ أخ محمد الميليشيات تتبع أحزاب، بس أنت قلت كلمة واحد، قلت كلمة حلوة، إذا يملكون إرادة سياسية يقدرون، لكن هاي الحكومات اللي جت للعراق من 2003 لليوم ما عندها إرادة سياسية، ما عندها قرار سياسي أصلا. هاي الحكومات إيران تقرر، حكومة بغداد تنفذ،
امريكا تقرر حكومه بغداد تنفذ. هذول نعرفهم، الله اعلم بعد منو يتدخل. هنا المشكله اخويا هنا المشكله. لكن احنا اتفقنا يوم جاي كاظمي سيد كاظمي قلنا استلم يعني رجل مستقل لا يتامر بامر الولي الفقيه ولا يحمل توقيع من المرجعيه وما التوقيع. قلنا يا معود الرجل ممكن ذاكر الظاهر اخوي يفل ما في الفيران فارن طاهر. نعم. ويعطيك العافيه اخوي. حياك الله حياك الله اخوي. ام مريم من الفلوجه. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ؟ هلا بيك استاذ. استاذ ام الحكومة سوت سوت الحكومة يعني كل شيء ما سوت الحكومة. نعم. يعني من 2003 لحد الآن بس قتل وسرق ونهب وماكو يعني ماكو اعتقالات كل شيء ما سوت الحكومة. نعم. يعني فهي الحكومة يعني أنت عندك هاي السجون الوباء هسه منتشر السجون هاي. يعني ليش قبل 30 حالي قبل يخلونا نودي لهم عيال يخلونا نودي لهم فلوس يعني حالي لسه شلون يعني نريد نطلع نودي لهم حتى ما تدي الفلوس يعني ما يصل لهم هذا السجناء يعني اكثرهم يعني مرضى. انا يعني عندي واحد هسه سجين وايد الفيح عندي سجين هسه وايد الفيح يعني وايد الفيح اخذوه يعني يعني تهم كيدية جابوا غيره وما هي فيها يعني حقه القاضي يعني القاضي يكون بعقل يعني اكو قضاء في العراق يعني يعني معالجتك على قضاء طريق تكون بعقل. نعم. يعني يقول من برا حكموا يعني على اعدام وحكموا على المؤسس يعني هاي القضاء القضاء المصري يتحاسب يتحاسب على القضاء يعني هم مو عباد هم يتحاسب امام الله يعني عن هالناس هاي الاطفال الاطفال شو تدعي عليهم؟ اصلا الله يعمل الوكيل عليهم. أنا نطلب من الكاظمي من قناتكم الموقرات نطلب العفو العام وتبييض السجون يعني 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 السجناء راحت يعني انتهت الأمراض هاي الأمراض هاي يعني الوباء والتربة بيهم يعني خلي الكاظمي يحس الفلوس يحس البطن صار يحس شوية يعني عندهم كيرة يعني شلون يخافون على بناهم يخافون على ظنهم يشوفوا الأمهات يشوفوا الزوجات يشوفوا الأطفال يشوفون العوالم يشوفون الحالة هاي وحسب الله ونعم الوكيل عليهم حسب الله ونعم الوكيل عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله والله يطلع من مظاهرات يديهم للخضرة. نعم يديهم للخضرة. نعم بيوت ما قعدونا بالبيوت تهجرونا من مناطقنا تهجرنا من مناطقنا وقاعدين يعني أسوأ شيء وقاعدين الحمد لله والشكر. نعم نعم شكرا شكرا لك أم مريم. صفاء من أبو غريب حياك الله يا أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بس إذا أمكن صفاء تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أحسن. صفاء شلونك أخوي؟ هلا بيك أخوي. صفاء اذا امكن نصيل التلفزيون اسمعني من التليفون حتى نقدر نتحاور. تفضل اخوي. يبدو انه صفاء انقطع. صفاء اذا تسمعني اتمنى تتصل مره ثانيه وتنصيلي صوت التلفزيون وتنتظر انه يعني اكلمك او ما اعرف شنو لانه صوت التلفزيون راح يتاخر عليك وتكون المكالمه متاخره مع سوء اتصالات العراق. الله يعينكم عليها. ابو حسن من بغداد حياك الله. اتمنى يا صفاء ترجع. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا بك ابو حسن. الله يحييك حييك وحيي قناتك الكريمه الشريفه منبركم الكريم ان شاء الله وحيي جميع الكادر العميل على هذه القناه. حياك الله اخوي. والله استاذ العزيز خلي احكي لك حكايه واحده من الاخير يقول خير الكلام ما قل ودل. نعم. دول الحكومه لا يستحون ولا يخافون بس احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا ما نقع الامل. احنا ان شاء الله نتامل بالكاظمي ان شاء الله جاي يشتغل شغل مضبوط. الرجال والله لا من عشيرتي ولا اعرفه ولا اصلا اول مره اشوفه على التلفزيون.
بس الظاهر يعني رجل جاي يشتغل جاي يشتغل بس عمي احنا ايران دمرتنا دمار يا ناس. بس زين ابو حسن سؤال، انت تقول الظاهر انه الكاظمي جاي يشتغل، ايش سوى يعني هسه؟ يعني هسه يعني جاي يشوفه يعني تحركاته يعني شغلاته زين زين، شغلات ما سجون ما 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 الامنيات يعني زين. ابو حسن ابو حسن اعتقل اربعه، اعتقل اربعه وياهم خبير صواريخ ايراني وياهم مقرات معدة او منصات اطلاق صواريخ، طلعهم ورا اربع ساعات طبوا له الميليشيات للمنطقه الخضراء. تتوقع هيك واحد بيده يسوي شيء؟ والله يا اخي اذا اذا هذا احنا مع الخبر اول مره سمعه بس والله عيب علي. اذا هو نزل مثل جناس وعرف الفاعل وعرف انه انا من الناس، انا من الناس، انا قبل اسبوع ضربوا صواريخ على معسكر التاجي، انا ترى بيتنا مثل التاجي ضربوا ثلاث صواريخ على التاجي، صاروا خيمه وقعوا بالتاجي بالمعسكر، والثالث اقسم لك بالله وقع بحديقه ابن عمي، بحديقه ابن عمي. نعم. والحمد لله رب العالمين، بس حرق الحديقه، حرق الزرع، بس ماكو اضرار بشريه. انا من الناس، بس والله اذا هذا كلامك صحيح انا ما تابع الاخبار، لان ما احب الاخبار. الاخبار اذا يعني محترمات لك ثلاث ارباعها كذا، بس اذا اكتب على اليوتيوب اكتب على اليوتيوب راح تلقي انه الكاظمي القى القبض على اربعه من عناصر حزب الله ودخلهم للسجن وياهم واحد يعني خبير صواريخ ايراني ورا اربع ساعات يجوز اقل همينه، طبوا له المنطقه الخضراء طلعوهم، وثاني يوم رسموا صورته على القاع وداسوا عليها حزب الله. فيعني تتوقع هيك واحد راح يقدر يسوي شيء؟ هو بعده ما مسافر لامريكا وهم يردون يسوون جمع تواقع حتى يقيدوا. زين انقطع ابو حسن من بغداد، ابو سامي من قضاء الحويجه حياك الله. ابو سامي ابو سامي تسمعني؟ انقطع الاتصال ويا الاخ ابو سامي. لجنه حقوق الانسان النيابيه همينها طلعت وقالت انه احنا نحذر انه ظل عمليات الاغتيالات والتردي الامني، لانه هذا الشيء راح يكون له عواقب وخيمه باشاعه الفوضى وتهديد السلم المجتمعي. ورا 17 سنه ما المخبر السري هدد السلم المجتمعي صار له 17 سنه ولليوم شغال. الوشايات هددت السلم المجتمعي ولليوم شغاله. قضيه النزوح تهدد السلم المجتمعي ولليوم النازحين موجودين بالمخيمات. المعتقلين ومن ضمنهم المعتقل التابع الى ام عمار من النجف اللي ابنها كمل المحكوميه. والابرياء اللي موجودين بالسجون وحصلوا قرار براءه وما طلعوا من السجون، ما هاي كلها تهدد السلم المجتمعي. لجنه حقوق الانسان يعني انت تختارين المواضيع بمزاجك؟ ما اعرف. ابو زكريا من محافظه التاميم حياك الله. الله يحفظك اللي يهدد اللي يهدد ويحفظ قناتكم ان شاء الله. هذا بك ورحم الله ورحم الله على شهداء العراق، الشهداء العراق والله يشهد جرح العراق. اللي يهدد نعم حتى تقبله خريج خريج ماجستير يحاجب رب بالشارع، حتى تقبله خريج مهندس يشتغل بالزبالة ومقاولين مع الزبالة. أي حكومة أنت تعيشون عليها؟ إحنا ما عندنا حكومة، عندنا عصابة مافيات. يعني المتراهين من البصر البارح حرقوا المقرات مال الشام مال الشام، والله والله العظيم انهم حرقوا معاصي شباب قاعدين عطاله بطاله. والله من المتراهين اتحدى واحد منهم بجيله 1000 دينار و 2000 دينار بالقران العظيم. هذول الحكومه هذول عصابات مصر دمائنا. ابني اسد ما بعثني مسؤول ماني بوجن أموالنا ومخلين شباب عطالة بطالة لا شغل لا عمل. يعني ابن نور المالك يصلح له سيارة مليار دولار، فراري ذهب يشتري لندن، هذا ابو الحنس رجال ما عندي خمس ميليارات سيريا صعب
الباص راح مشي وقال حصل صار الجو بيقدس أصل الحكومة يحكمون العراق هذول الناس كالسرية هي حرامية. نعم الجو يقدر الجو حرامية. نعم خميني ما خميني تعرفي مع الحراس أعتذر منك عمي أبو زكريا، بس والله عندي كوما متصلين لازم أدخلهم وعندي واتساباتهم لازم أقرأهم. شكرا جزيلا لك أبو علي من بغداد ويانا، حياك الله. الله يسعدك. هلا بيك. شونك؟ هلا بيك أخوي. بس للمظاهرة مو؟ شنو؟ المظاهرات يعني والله تجي يعني والله أن المظاهرات مهمة لو لا؟ رأيت النواب مبدل الانتخاب وقدموا مع الشيخ يعني، بس اريد اعرف حبيبي هو العراق شو محصل؟ هو بس اريد العراقي شو محصل؟ هو بالعراق احنا ايران صاركم كمسة تدقون على الميليشيات وعلى ايران والميليشيات بس يعني زين مو خراب لحظة أبو علي، لحظة أبو علي، أنت تقول الشعب العراقي شيري زين، أدوية ماكو، نظام صحي يعني معتد بي ماكو، نظام صحي معتد بي ها؟ مو بهالطريقة خايف. أبو علي بالعشرينات بالزمن الملكي كانت اكو معاهدة يسموها العراقيين معاهدة بورتسموث سيئة الصيت، لما نور السعيد كان رئيس وزراء العراق بذيك الحقبة راد يوقعها ويا الانجليز، طلع الشعب العراقي بتظاهرة واجلك الله كلها قامت تصيح نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانة، هاي مشهورة. ما طلع نور السعيد بدبابات وقذائف مال دخان يرقع بيها الناس بوجههم ويقتل الشباب، ولا حرق الناس، ولا اعتقل بمخبر سري، ولا دخل سجون أبرياء، ولا هجر ناس، ولا سوى كل اللي دا يصير بالعراق وراء 2003. كل اللي سواه قالهم اشتردون المعاهدة ما تردوها اللغت. ثاني يوم الصبح صارت معاهدة ثانية وقام الشعب العراقي صيح نور السعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة. فيا أخي العزيز العراقي شو محصل؟ لا صحة، لا تعليم، لا مدارس مال أوادم، لا شبكة مياه صرف صحي اللي هي المجاري مال أوادم، لا أكو رواتب، الرواتب صارت كل 45 يوم، يعني الموظف اللي من المفترض يأخذ 12 شهر أو 12 راتب بالسنة قام يأخذ 8، فهو شو محصل؟ ويجي واحد موظف 4 سنوات بالقانون ما يحق له تقاعد والنائب يأخذ تقاعد فلكي. هو هيجي يعني ماكو نتيجه ماكو يعني بس لدبتير هسه البشر اذا مو قوه كان صدام حسين شلون سيطر على العراق؟ ما حد يتنفس محافظات الجنوبيه محارب. ابو علي شوف يا هو يجي يريد يدافع عن حكومه طرب اجر دخل على صدام حسين، احنا مالنا علاقه قبل 2003، احنا بدنا نحكي هالحكومات اللي جتي ورا الاحتلال وقالت احنا ديمقراطيه ايش سووا للبلد؟ ثروه سمكيه ماتت، الأنهر قلت، حصة المياه حصة العراق المائية قلت، السموم اللي الطحالب السامة اللي موجودة بالبصرة على ضفاف الشط العرب وعلى ضفاف الأنهر زادت، الملوحة زادت، المي ماكو، كهرباء ماكو، رواتب ماكو، توظيف ماكو، عطالة مصيبة، العراق كان خالي من الأمية، اليوم الأمية 40%، العراق اليوم بعمالة أطفال مو طبيعية، العراق اليوم في كل شيء فاشل، والجواز العراقي صار يعني جواز خارج عن القيم العالمية ما معترف فيه أصلا، التعليم العراقي كان من ضمن اليونسكو في ما أقول لك مثل ما أنتم تحجون في 70s or 60s الزمن الماضي جامعة بغداد كان رقمها 7 عالميا قبل هارفارد، اليوم اليونسكو طلعها أصلا. إيش سوت الحكومة للشعب؟ إيش نطته؟ أبو علي
أبو علي فلت، ما راح يقدر يجاوبني على ذني. شاكر من بغداد ويانا، حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخي أفل؟ والنعم، هلا بيك أخوي. أنا أحييك وحيا قناة العزيزة الطاهرة اللي ما تحكي غير بالكلام المظلوم وتحكي بصوت المواطن والشريف. واجبنا أخي العزيز. شاكر، يبدو أنه اتصال شاكر انقطع. أتمنى يا شاكر ترجع لنا حتى نسمع رأيك. أم مصطفى من سليمانية، حياك الله. ها؟ حولني على أستاذ. أم مصطفى ويانا؟ أم مصطفى. ألو. هلا بيك يوم. شلونك يا أبا مشكور يا عيني على هذا البرنامج. والله وصلنا عليه. واجبنا. والله ألو. وياك أمي، تفضلي. والله يعني كل زين، والله العظيم كل زين. زين وبا تفضل علي وطال عمره في تلك الصحة والعافية إن شاء الله. أنا مزوم، ها ما حسبوا لي أنا كل ما حسبوا لي. نعم. نعم. لا والله. وأنا ما بني بتعبان وراعدنا خلاص. كل شيء لو أنت أنا ما أقول إيه والله. والله إشلا إشلا ما. نعم. يعني في هذا العمل يعني. أم مصطفى أنا أعتذر من عندك، يعني بدأ صوتي يروح ويجي ويتقطع. شكرا جزيلا لك. أبو صادق من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. هلا بيك. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مداخلة كلش تفضل. رحمة كبير تخلون برنامجكم هادي وإلى تأثير على المجتمع وإلى تأثير على ما نخلي هذا البرنامج شنو؟ خلونا إلى هدف، هدف يفيد البلد. ليش هو البرنامج لشنو يعني تتوقع؟ يا أخي يا حبيبي يا عيني، بدل ما نتهم الناس تتهم ناس. أنا العدو واحد، العدو موجود بالعراق، العدو الأمريكاني يا حبيبي. ليش والإيراني مو عدو؟ أبو صادق والإيراني مو عدو؟ حبيبي انت يا بعد روحي، الايران ما يدخل يقدر ينفذ ما يريد مثل ما الامريكان. من الاقوى بشرفك؟ يا الاكثر نفوذ، يا الاكثر سلطه. اليوم بالعراق ايران. انا مو ادافع عن الايراني، انا عراقي. ابو صادق، ابو صادق وبنيتي ابو صادق. لكن يا حبيبي يا بعد روحي انتم هذا خراب للبلد، مو ما دام تعمرون يا اخي. ابو صادق اسمعني اللي انت تقول الامريكان، اوكي الامريكان، ليش وإيران بتدعم الميليشيات؟ هذا متدخل إيران. بس لحظة، أوقف لا تأخذني بالحكي والصوت العالي. إيران لما طلعت قالت سجلنا 3 قوالة على أميركان بمحمد الحلبوسي وعادل عبد المهدي وبرهم صالح، هذا متدخل. قاسم سليماني من كان يفترب كيفه، متدخل. وكل خراب البلد الامريكان، الكهرباء، الكهرباء ملف بيد الامريكان، ما حد يتصرف فيه، ليش ما تقولون هيك؟ ها يا اخي خاف والله، انت خاف والله، لا تخافون من البشر. والله يا ابو صادق احنا ما قلنا الامريكان خوش اوادم على مود تقول لنا خافوا الله. هذا ما قلتوا خوش اوادم، بس نهائيا ما تحكون عليهم. من هم؟ عندهم خط احمر عندكم، لا تحكي على الامريكان حتى التلفزيون خليه يشوفك.
اوقف 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 لا لا اوقف اوقف هنا هنا اوقف اوقف ابو صادق اسمعني اوقف ابو صادق لا انت اسمعني هسه ما اسمح لك تتهم قناه الرافدين هذا الاتهام ما اسمح لك انا هنا راح اقطع الاتصال وياك واشكرك جزيل الشكر بس اريدك تسمع من عندي هاي الشغله اكو رساله لقناه الرافدين لها ثلاث اهداف اول هدف لها لا للاحتلال ان كان امريكي ان كان ايراني ان كان هندي ان كان باكستاني ان كان مغولي فلا للاحتلال فما انت تقول انه احنا عندنا خط احمر احنا ما عندنا خط احمر هاي رقم واحد رقم اثنين اذا انت حاب ايران وما ترضى نحكي عليهم فهاي مصيبه لانه الامريكان اعترفوا انهم سلموا هذا البلد الايران وإيران اعترفت لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من احتلال العراق وروح دور تصريحاتهم وتعرف ايش دا أقصد بس مال إنه إحنا نحابي طرف على طرف ثاني لا والبرنامج هذا إلى هدف هدف هو فضح فساد الحكومات العراقية هذا هدفنا بالنسبة إلى الواتساب أول رسالة وصلتنا شخص يقول الناصرية البطلة ترفع شعار المقر اللي يجيك منه الريح فلشة واستريح واللي حاصل اليوم في محافظة ذيقار وواسط هو هدم لمقرات الأحزاب رسالة أخرى السلام عليكم رسالة من عمامنا بن هلال في ذيقار الحبيبة الأبية الأصيلة حول ما يجري هناك كلنا ذيقار الحبيبة الأبية الأصيلة الغالبة علينا حفظ الله العراق وأهله بحفظه وكرمه آمين يا رب العالمين رسالة أخرى الله يحمي شبابنا بحق هذا شهر محرم شبابنا أبطال إن شاء الله ما دامهم شايلين راية العراق واسم الله يرفرف بي محممين باسم الله والزهراء محميين باسم الله والزهراء إن شاء الله وبالنسبة للي جاي عمقون باللي جاي يقتلون بالناشطين وبشبابنا ربك يمهل ولا يهمل وإلكم يوم يا ظلام يا ذيول أخذكم وخادمتكم بنت دليم الرمادي رسالة أخرى السلام عليكم صار أسبوع أنا أحاول أتصل بكم بس ما دا أقدر أتصل كثرة الاتصالات هي سبب أختي العزيزة أنا زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل لحد هسه ما نعرف عنهم شيء زوجي ذاكرة أسماء زوجها وأولادها مريض بغدد سرطانية وأولادي بعدهم أحداث إحنا نطالب مصطفى الكاظمي والله ملينا صار ثلاث سنوات ما نعرف عنهم شيء وإحنا ما عدنا غيرهم الله شاهد وتحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز أفل أولا تحياتي لك ولقناتكم الحق في إنصاف المظلومين وبالنسبة لحملة الاغتيالات التي تطال أناس شرفاء وأبرياء ما كان ذنبهم سوى المطالبة بحق مسلوب منذ 17 سنة وإلى هاي اللحظة ما هي إلا عمل معد مسبقا لكل عراقي شريف ومناهض للفرس المجوس ولا نقول إلا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليت بيننا وبين فارس جبلا من نار لا ينفذون إلينا ولا ننفذ إليهم أخوكم ومحبكم أبو طارق حياك الله أخوي العزيز السلام عليكم تحية لقناتكم الكريمة عصابات إيران تقتل أبناء العراق بدم بارد والحكومة ما يسوون شيء ولما يسمون بحكومة عراقية تتفرج وما تعتقل المجرمين مجرمي إيران أقصد واللي كان الجيش العراقي يسحلهم سحل هاي هي حوبة عاش العراق والله أكبر محمد من هولندا رسالة أخرى اليوم تفليش كل مقراتهم بالشفل وبيوت عملاء حزب الله إن شاء الله سنباشر بإنهاء كل المقرات وبيوت العملاء من المحافظة نطلب منكم نقل مباشر باستمرار حي حتى باقي المحافظات تحذو حذو الناصرية علاء من الناصرية اليوم انتهى 6 مقرات للأحزاب السلام عليكم هل يوجد عفو عام؟ لو لا والله تعبنا أولادنا بخطر حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة للجميع أستاذ أفل المحترم إذا استطعت أن تقنع الذبابة بأن الزهور أفضل من القمامة حينها تستطيع أن تقنع الخونة عصابة خضراء بأن الوطن أغلى من المال هذه العملية السياسية الفاسدة بالعراق باطلة ما بني على الباطل فهو باطل هي وانتخاباتها وبرلمانها وحكومتها مجموعة عصابة فاسدة ولصوص قطاع طرق وسراق للمال العام في الخضراء خدم للاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين حان وقت الخلاص منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة أخرى مساء الخير قناة الرافدين العظيمة أستاذ أفل
أم دهيش حكومة تحكمها مثل أبو السبح، مو عيب على المالكي أبو السبح يحكي بالقتلة، هو دمر العراق، هو مطلوب دم شهداء هذه إيران ومن ذيول إيران. وشكرا فاتن من ألمانيا. رسالة أخرى، مساء الخير أستاذ أفل، تحياتنا لك وللكادر المحترم. أستاذ أشو مرات يخابرون يحجون على البعثية مال العراق، زين أشو أبو سوريا هم بعثية، أشو ما يحجون على البعثية مال سوريا. أبو يوسف من بغداد، رسالة أخرى، نطالب بالعفو الشامل وليس الخاص، والله كلهم مظلومين، انتزعت منهم اعترافات باطلة أثناء التعذيب، ونطالب مصطفى الكاظمي بالإفراج عن جميع السجناء. وينكم يا شيوخ العشائر بس بالاسم شيوخ عشائر وتقول والله أنتوا عفو شامل، ترى كلهم مظلومين. السلام عليكم، ممكن أشارك؟ أنا أبو علي من لندن جاي أتصل بس مدى أقدر أحصلكم، جاي أتصل مشغول، هذا الرقم اللي حاطيه دائما يطلع مشغول. أخي العزيز الأرقام مو دائما مشغولة بس كثرة الاتصالات هي السبب. أريد أرد على أي شخص يخدم إيران وهو ذيل إلى إيران، إن شاء الله بالمرات القادمة بالحلقات القادمة تتصل. مع الأسف لحد الآن أكو ناس تدافع عن إيران الخبيثة، ما أدري هؤلاء ما يعني مطايا، مع احترامي للمطية لأن المطي صاحب يستفاد منه، مثل ربعة أبو عبد الله من ألمانيا. قاسم سليماني دافع عن شباب العراق وهو سبب نصرة العراق ودافع عن أعراضنا. قاسم سليماني دافع عن العراق، ما أعرف شو جاوب، أعطيكم الجواب باكر بالحلقة مع صوتكم. السلام عليكم، إذا إيران موجود بالعراق لا هي هنا لكم خبز ولا بيت ولا نوم، من الأحواز. السلام عليكم، أنا شاعر غنائي وعندي نصوص والحان مسجلة، يعني بس إذا تحبون أدزها لكم هدية مني إلى القناة، والنصوص وطنية، ابعثها يا أخي العزيز على نافذة أنت ترى الرقم يطلع بالشريط الأزرق. حالتان في العراق لم تكن في تاريخ البشرية منذ آدم، كيان عنصري كردي دولة مستقلة عايش على النفط وخيرات العراق، يتعامل بكل عنصرية مع العراقيين ومشارك العراقيين بكل المناصب والوظائف والامتيازات، وشخص أجنبي لا يحمل الجنسية العراقية أصلا، وابن الإيراني يتحكم بكل شيء في العراق من تعيين إلى رئيس وزراء إلى كل صغيرة وكبيرة، وسرقة لكل أموال العراق من الناحيتين الدينية والسياسية العراقية. رائد النجفي أو رائد النجفي. مشاهدينا الكرام، يعني أنا أبو علي وأبو صادق من يقولون أنه إحنا عدونا الأمريكان وبس، المشكلة بالعراق عدونا مو بس الأمريكان، الأمريكي لازم يطلع لأنه هو محتل، بس سلم الاحتلال لاحتلال ثاني اللي هو العدو الفارسي اللي قاعد يتحكم بالبلد واللي قاعد يبوق بالبلد، واللي فلوس العراق ده تطلع حتى العقوبات الاقتصادية على إيران تخف. بس متى يتعظون هؤلاء؟ الكلمة يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الحلقة باكر وبنفس الموعد. في أمان الله.